وسلم لما سأل أحد الصحابة يا رسول الله من الكريم من خلق يعني، النبي بلا تردد قال يوسف، ما في أكرم من يوسف، ما في أحد أكرم من نسبة. من الكريم؟ قال الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن خليل الله. فيش كلام أحسن كده غالبا. الكريم ابن الكريم محول لحد، وعد فيه من الذي اشتراه؟ اشتراه عزيز مصر. من عزيز مصر؟ ليس الملك عزيز مصر، رئيس الشرط وزير الداخلية. هل يتصور أحد أن بيئة وزير الداخلية تصلح للنبوء؟ يخرج يوسف من بيئة يفترض عند كل الخلق أنها بيئة نبوء، بيئة النبوء، لينتقل لبيئة لا يظن مخلوق أنها تصلح لتنشئة النبوة قط، بيئة وزير الداخلية. ولذلك تجد سلوكه من أول لحظة. لما جاء الشاب يوسف رأى فيه النبل، ورأى فيه الحلم، ورأى فيه الإحسان، ورأى فيه حسن الخلق، ورأى فيه الجمال النادر في عصره. يوسف أوتي شطر الجمال، شطر جمال أهل عصره جميعا. ومع هذه المؤهلات كلها فاصل في ثمنه حتى أخذه بأبخس الأسماء. ولذا قلت تعالى: وشروه بثمن بخس دراهم، ما قالش معدودات، المعدودة، وكانوا فيه من الزاهدين.